اهلا بكم، مرحبا وعلى السلامه. دونك هذا الفيديو مخصص لادمينات صفحه منتديات كتو وطن مطر. دونك هنا باش نشوفوا كيفاش استعمالات اطارات الموقع، كيفاش يستعملوا معناتها الموقع نتاعهم، كيفاش يستعملوا خصائص المشرفين. تكرر على الله. دونك هنا تبع المنتدى الاداري، المنتدى الاداري ما نجم نشوفوه كان الاداريين. المنتدى الاداري باش نحاولوا نوريكم كيفاش الاستعمالات تاع المنتدى الاداري. بلوتو هي فالابل بورتو الفورم. مثلا هنا باش نعملوا موضوع جديد، اضافه موضوع جديد، باش حنكون رابيد شويه باش ما يخش الفيديو برشا وقت. اضافه موضوع جديد سوليزون. هنا باش نحاولوا نشوفوا كيفيه ادراج صوره، مثلا عنوان، العنوان ماتر. باهي، هنا نحاول ديما نوسطو كل ما ننشروه نوسطوه لإدراج صورة. هذه الأيكون، الأيكون متاع إدراج صورة، بجنبها إدراج فيديو. تو نشوفو كيفاش بعد الإستعمال نتاعو. إدراج صورة ننزلو عليها مرة، بعد يعطيك الخيار منين باش تحمل، من الكمبيوتر ولا من رابط، من رابط على الإنترنت. نحنا نرب من الكمبيوتر. من الكمبيوتر اختار ملف، اختار ملف باش يجزني بالطبيعة على الكمبيوتر. دونك نمشي هنا نختارو اي ايماج، ايماج نمشيو على البيرو نختارو ايماج، ناخذ باغ اكزومبل هذيا، رفع الملف. الملف ترفع، تخرج لنا اللي هو ترفع. فوالا، دونك الملف ترفع تقريبا، تخرج لنا الصورة مصغرة. دونك كيفاش العملية باش نكبرو شوية في الصورة؟ دونك ننزلو مرتين على الصورة المصغرة، مرتين نستناو شوية. تخرج لنا هذه، فما اعدادات الصورة، ننزلو على كامل الحجم باش نرجعوها للحجم الطبيعي نتاعها. موافق، هذه الصورة رجعت لنا بالحجم اللي نحبوه نحن. واضح. اذا هذا كيفاش خاصية ادراج صورة. باهي، هنا نفس العملية ادراج باغ اكزومبل ان فيديو دو يوتيوب. نمشيو يوتيوب، هي HTC بار اكزامبل، ما فهمش مش لازم youtube.com. ناخذ اي فيديو بشات لاين دلولين ما من كان ده. شنو مش ناخذ جي لا تراك دي جي اي دي سوبر سوي مثلا. هذه كوبي الادريس دو لين، نجيو انشاء موضوع جديد وننزل ايقونه نتاع ادراج فيديو. نضغط كولي الفيديو نتاعنا، موافق. اذا يظهر، الشكل هذا، فيديو على اول الرابط وفيديو اخر الرابط، يكون موسط. كي نعملو هنا نمشيو معاينة المشاركة،
سنة وشوية حتى شيء. بطء في التصفح على معنى المشاركة. إذن كما نشوف كلمات الصورة وتحتها الفيديو هذايا إدراج كيفية إدراج الصورة والفيديو. هنا نجم نضيف للموضوع أي أيقونة مثلا درس سميوه درس اعتمد الموضوع الجديد. اذا اعتمدنا الموضوع هذايا باش نوريكم تو خصائص كيفاش كيف التعامل مع كيفاش نتعاملوا مع المواضيع. موضوع ما عجبش المراقب ولا موضوع يخرق قوانين منتديات وطن مطر كيفاش باش نتعاملوا معه. هذا باش نتعاملوا درس تواصلا مع الدرس ده. هذا الموضوع نشرناه ده. سيبوزون احنا حلينا الموضوع هذا لقيناه جميل طيب نكون نحب نثبتوه للعباد باش هذا إدارة المواضيع. ننزل مرة على إدارة المواضيع يا ما نحاول نسكر الموضوع ولا عدم الموافقة على الموضوع ولا نقل الموضوع ولا نسخ الموضوع ولا تعديل الموضوع ولا حذف الموضوع ولا تثبيت الموضوع ولا دمج المواضيع. إذا عندنا الخصائص دي الكل باش نتعامل معها. فديزو عندنا موضوع جبنة دونك نثبتوا الموضوع في أول المنتدى تنفيذ. هذا موضوع ثبتناه بما أنه يصلح لجميع الإداريين طبعا بشوفوا كيفية مثلا باش نحذف الموضوع يعني حذف الموضوع تنفيذ جينا خاصية تاع تأكيد لحذف الموضوع ننزلوا على حذف فعلي نهائي لهنا وبعد نؤكد ذلك بحذف الموضوع اللي هو ماهوش لوكا دونك مانيش نحذف عن الموضوع ونحاول باش نرجع. هذايا في التعامل نجم نتعامل من اللوتا فما ادوات الرقابة اللي هي هنا مع المشاركات يسمك نختار المشاركة هنا ثم نذهب من الاسفل ادوات الرقابة فما خيارات اخرى نسخ المشاركات حذف المشاركة الى اخره الموافقة او عدم الموافقة على المشاركة. هذا مهم ياسر خاطر نحاولوا باش ما نحفوش نعمل عدم الموافقة على المشاركة هكا كما نشوفها كان المراقبين اكاهو والاداريين. اذا باش كل مرة نحذفوا نهائيا فما مسائل خلافية نجم نحطوا عدم الموافقة ومن بعد ناخذ فيها نبتوا فيها. دار ان شاء الله الدرس هذا يكون نافع لكم ادمينات زملائي في منتديات وطن مطر مع تحيات ادمين احمد.